أمريكا تنفذ استعراض عسكري ضخم مع اليابان بالسفن الحربية وحاملات الطائرات الأمريكية في شرق تايوان، والجيش الصيني بيرد على أمريكا ويعلن تسليح 13 لواء جوي بمقاتلات شبح جي 20 النسر الأسود لأول مرة، والأول مرة الجيش الصيني بينشر مقاتلات شبح جي 20 على مسافة قريبة جدا من مناطق تايوان في استعداد واضح لتعزيز القدرة النيرانية ضد تايوان وأمريكا. تعالوا بنا نعرف التفاصيل ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وما تنسوش يا جماعة اعجاب للفيديو وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد في عالم العسكرية والاستراتيجيات الحربية. الجيش الامريكي اعلن عن تنفيذ اكبر مناورة عسكرية بحرية جوية بالاشتراك مع حاملتين طائرات نوويتين وعشرات السفن الحربية مع الجيش الياباني في شرق تايوان. وقامت عشرات السفن الحربية الامريكية واليابانية بتدريبات عسكرية استراتيجية للتدريب على حرب الغواصات والحرب ضد السفن الحربية والحرب ضد الطائرات وقصف الأهداف الاستراتيجية. وقال المحللين العسكريين أن التدريبات العسكرية الأمريكية اليابانية بتهدف إلى تعزيز القدرة على الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ وتنفيذ عمليات عسكرية مشتركة ضد عدو واحد. وطبعا التدريبات العسكرية الأمريكية اليابانية تستهدف الصين وكوريا الشمالية في المقام الأول، خاصة وأن كوريا الشمالية الفترة الأخيرة قامت بإطلاق صواريخ كروز وصواريخ باليستية عبر القارات وصواريخ من قلب الغواصات، واختبرت كوريا الشمالية توربيدات نووية. كمان الصين ردت على أمريكا وأعلنت عن نشر مقاتلات الجيل الخامس للشبحية جي 20 في خط المواجهة بالقرب من مضيق تايوان. وقالت الصين إنها انتهت من تسليح 13 لواء جوي مقاتل بمقاتلات شبح جي 20 وإنها مستعدة عسكريا لمواجهة أمريكا وتايوان. الطيارة الصينية جي 20 بتعد مقاتلة من الجيل الخامس بتسميها الصين بمقاتلات النسر الأسود أو التنين العظيم، ودي يا جماعة طيارة واحدة من اتنين بتطورها الصين دلوقتي ضمن مشاريع مقاتلات الجيل الخامس الشبحية مع المقاتلة التانية جي 35 اللي بتتعمل دلوقتي لصالح القوات البحرية الصينية عشان تتنشر على حاملات الطائرات الصينية. مقاتلات الشبح الصينية جي 20 دخلت الخدمة لأول مرة في سلاح الجو الصيني سنة 2016 كأول مقاتلة صينية من الجيل الخامس تنافس مقاتلات الشبح الأمريكية F-22 وF-35. ومن 2016 ولحد 2024 تم الانتهاء من تصنيع أكثر من 200 طيارة منها متوزعين في 13 لواء جوي ضمن ألوية النخبة في القوات الجوية الصينية. الصين جهزت تسليح 8 ألوية جديدة بمقاتلات جي 20 سنة 2022 وسلحت الصين 5 ألوية جديدة 2023. من أهم الألوية الجوية الصينية اللي أخذت مقاتلات جي 20 الشبح هي اللواء الجوي 97 الموجود في قاعدة دازو الجوية واللواء الجوي الرابع في قاعدة فوشان الجوية. قاعدة فوشان الجوية الصينية اللي بيشتغل فيها اللواء الجوي الرابع الصيني واللي تسلم مقاتلات الشبح جي 20، القاعدة دي يا جماعة مهمة جدا في خطة الحرب ضد أمريكا وتايوان، لأن موقع قاعدة فوشان الجوية الصينية قريب جدا من قاعدة أو جزيرة هاينان الاستراتيجية اللي بتعد قاعدة الغواصات النووية الصينية الرئيسية، والقاعدة قريبة جدا من مضيق تايوان. يعني الصين بتنشر مقاتلات الشبح جي 20 على خط المواجهة مع أمريكا وتايوان. حاليا بتملك القوات الجوية الصينية اسطول بيضم اكتر من 200 طيارة شبح من طراز جي 20 طبقا لاخر احصائيات في عام 2023 من وقت دخول مقاتلات الشبح جي 20 الخدمة في الجيش الصيني، والجيش الامريكي بيراقب الطيارة بعين الميكروسكوب وبيستعد لمواجهتها في بحر الصين الجنوبي وغرب المحيط الهادئ مع اي اشتباك ممكن يحصل مع القوات الصينية. طائرات جي 20 اثرت اعجاب قائد كبير في القوات الجوية الامريكية وهو الجنرال الامريكي كينيس ويلسباخ اللي قال عن المقاتلة الصينية جي 20 انها مقاتلة متميزة جدا وبتملك قدرات عالية على القتال. مقاتلات الشبح الصينية جي 20 اختبرتها الصين في تدريبات عسكرية مكثفة ضد انواع من المقاتلات الحربية زي جي 11 بي وجي 16، واظهرت مقاتلات الشبح الصينية النسر الاسود قدرات قتالية عالية جدا. المقاتلات الصينية في بداية الامر كانت مزودة بمحركات روسية من نوع AL-31F، لكن الصين عملت محركات محلية الصنع اسمها WS-10C بالإضافة لمحرك تاني شبحي خطير جدا اسمه WS-15 من النوع المسنن اللي بيتمتع ببصمات حرارية منخفضة جدا مزود بفوات عادم موجهة لتعزيز القدرة على المناورة والتحليق المنخفض بسرعات عالية جدا.
الطيارة الصينية جي 20 مزودة بنظام حرب إلكتروني متكامل، قالت عنه مجلة تكنولوجيا علوم صناعة الذخائر الصينية في مايو 2021 أنه هيمنح المقاتلة الصينية شبح قدرة قتالية هائلة في نصب الشراك الخداعية لمقاتلات العدو في أي مواجهة عسكرية محتملة، بالإضافة إلى قدرات التشويش وتعطيل أنظمة الدفاعات الجوية ونظم الاتصالات العسكرية. وهتشتغل المقاتلة الصينية جي 20 وهتتكمل مع طائرات الحرب الإلكترونية الصينية جي 16 دي، ودي يا جماعة طائرة صينية مخصصة للحرب الإلكترونية مشابهة للطائرة الأمريكية من نوع جراولر، عشان تقوم بمهام الاستخبارات وإعماء وتشويش قدرات العدو الرادارية والإلكترونية وتعزيز مهام اختراق مقاتلات الشبح الصينية في عمق دفاعات العدو وقصف أهداف استراتيجية تتمتع بمستوى عالي من الحصانة والتأمين والدفاع. الطائرة الصينية جي 20 مسلحة بحجرات تسليح داخلية تكفي لست صواريخ جو جو، أربع صواريخ منها من نوع BL-21 بعيد المدى وصاروخين من نوع BL-10 قصير المدى، بالإضافة إلى صواريخ الهجوم الأرضي والقنابل الذكية. وبتطور الصين دلوقتي مدفع ليزر ومدافع مايكروويف لدمجها على الطيارة. صاروخ BL-21 بيعد من أقوى صواريخ القتال الجوي في العالم، والبالغ مدى ما بين 400 كيلومتر إلى 500 كيلومتر، ومواجه برادار عامل بمصفوفة المسح الناشط إيسا، يعني صاروخ قاتل محصن ضد أعمال الإعاقة والتشويش. وقالت عنه بعض المصادر العسكرية أنه أقوى صاروخ قتال جوي في العالم والأبعد مدى، ومنافس للصواريخ الروسية الخطيرة R-37M. تم تصميم صواريخ BL-21 الصينية بأحدث تقنيات مكافحة التشويش على ذاكرة الترددات الرقمية DRFM، ودي يا جماعة أحدث تقنيات التشويش على الرادارات من خلال التقاط موجة رادار الصاروخ المعادي وتخزينها ثم تغيير خصائصها والعمل على إعادة بثها مرة تانية لتعود إلى مستقبل رادار الصاروخ أو الطيارة بشكل مختلف تماما. وده جماعة بيصنع أهداف زائفة وهمية بتخلي صواريخ القتال الجوي تبدأ تطارد أهداف زائفة ملهاش وجود وتستنزف طاقتها في الفراغ الجوي وتسيب المقاتلات والأهداف الحقيقية زي ما هي. لكن الصواريخ الصينية BL-21 اتعملت عشان تقدر تقاوم تقنيات الخداع الاستراتيجي والتشويش من نوع DRFM، وده جماعة عزز من قوة مقاتلات الشبح الصينية جي 20 في مواجهة أمريكا في بحر الصين الجنوبي وغرب المحيط الهادئ. الحاجة الخطيرة جدا في مقاتلات الشبح الصينية جي 20 انها اتعملت يا جماعة عشان تجمع بين صفات ومواصفات مقاتلات الجيل الرابع ومقاتلات الجيل الخامس، زي هيكل الطيارة الصينية الشبح اللي اتعمل عشان يمنح المقاتلة الصينية الشبحية جي 20 قدرة عالية على المناورة والقدرة على الإقلاع والهبوط القصير من المدارج القصيرة، إضافة للصفات الشبحية اللي تساعدها في اختراقات الدفاعات الجوية المعادية. كمان عندها القدرة على تنفيذ المهام الاعتراضية في البر والبحر بفضل سرعتها العالية وقدرتها على الوصول لارتفاعات كبيرة في وقت قياسي. لو اتكلمت دلوقتي عن مواصفات المقاتلة الشبح الصينية جي 20، طول الطيارة 23 متر، المسافة بين طرفين الجناحين 15 متر، ارتفاع الطيارة 5 متر، وزن الطيارة فارغة 17.6 طن، أقصى وزن إقلاع بكامل الحمولة 35 طن، السرعة القصوى للطيارة 2100 كيلومتر في الساعة، ارتفاع التحليق للطيارة الصينية 18,000 متر، مدى الطيارة الصينية جي 20 3400 كيلومتر. الطيارة الصينية معمول منها نسختين، نسخة فردية المقعد ونسخة مزدوجة المقعد، عشان يكون فيها 2 طيار صيني، واحد بيقود الطيارة الصينية والتاني بيشغل نظم التسليح وبيتصل بالطائرات بدون طيار اللي بتشتغل ضمن مفهوم الجناح المخلص، عشان يحصل تكامل وصهر بين المسيرات وبين مقاتلات الشبح الصينية جي 20 لتنفيذ مهام عسكرية خاصة جدا. بالتالي الصين بتستعد دلوقتي لأي استفزازات عسكرية أمريكية، وبتستعد لمواجهة تايوان وأمريكا من خلال نشر أحدث مقاتلة شبحية في الصين من الجيل الخامس جي 20 اللي هي اسم على مسمى النسر الأسود والتنين العظيم. بكده الفيديو خلص، ما تنسوش يا جماعة عجب للفيديو، الاشتراك في القناة، مشاركة الفيديو على أكبر قدر من الناس عشان نستمر في معركة الوعي. أشوفكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.